رمضان سلامة. احكينا على المظاهرة هذه. والله احنا طبعا بندعم المجلس المحلي طرابلس باعتبار انه هو تشكل في ظروف صعبة وكان اداءه في الفترة الماضية اداء مقبول جدا وما رناش فيه يعني شيء يستدعي ان احنا مثلا نطعم في هذا المجلس. ولذلك احنا حتى ولو فيه من يرى بان في المجلس بعض القصور فبامكاننا نحن نقوم هذا القصور ونحاول نعالج هذا القصور افضل من نحن ان نتظاهر بالغاء او باعاده تاسيسها من جديد، وهذا يزيد الفوضى ويزيد ياخر مسيره نجاح الدوله ومسيره التطلع الى الامام. ولهذا نفضل ان نحن اذا كان في اي تحفظات عليه بالامكان النظر فيها. هل مظاهرات تصحيح المسار شو رايك فيها؟ اني نأيد اذا كان فيه هناك في خلل في المسار نأيد التظاهر من اجل تصحيح المسار. كل انسان خطاء وخير الخطاؤون التوابون، وممكن انسان ما يقدرش يتعرف على الخطا متاعه لين في من ينتقده، الانتقاد مطلوب. بخصوص الحادث اعتداء احد الحراس على المتظاهرين، طبعا هذا اسلوب غير حضاري واسلوب غير جيد، وهذا يعني يدل انما يدل على التهور وعلى لا مسؤوليه في التصرف. عندما رئيس المجلس المحلي نعم حرص اعتدى على المتظاهرين اللي يطالبون بتصحيح المسار، طبعا هذا حتى هو تصرف غير مسؤول وغير حضاري ويعني شوف فيه تصرف غير صحيح. أنا لا نأيد من يعني مسألة الاعتداء غير ما مطلوبة من الطرفين، هذا أسلوب غير حضاري يعني. آخر سؤال، هل هذه المظاهرة تتبع جهة معينة؟ هذه طبعا احنا شباب طرابلس عرفنا أن فيها تقام مظاهرة من أجل دعم المجلس المحلي طرابلس، فطبعا احنا كلنا انطلقنا ومن أجل هذا الدعم باعتبار أن احنا لم نرى في مجلس طرابلس أي قصور في الوقت الحاضر. بارك الله فيك. شكرا. Yeah.